تمام بس نكمل. إذا صرنا بالهاردوير كومبوننت صارت جاهزة عندي، عندي التوبولوجي جاهز مكون من الميب 520 شابك عليها الايرس مود نازل عليه كود البيس ستيشن فهي عبارة عن بيس ستيشن، وعندي شابك السنسور بورد ام دي اي 100 شابك على ايرس مود نازل عليه كود الاوسلوسكوب اللي بيعمل سنسنج لللايت وتمبريتشر. اللي بده يصير عندي انه الايرس النود بده يصير يعمل سنسنج لللايت يبعثها للبيس ستيشن، واللابتوب تبعي اللي انتم حتشوفوه رح يعرض لنا اياهم. هذا الحكي كيف بصير يا مس؟ بصير عن طريق ثلاثه جافا ابلكيشن رح نشوفهم ونشغلهم مع بعض عشان اعرض الداتا تبعت السنسور هاي. خليني اشير معكم السكرين تبعتي على جزء السوفت وير اللي هو هذا. رح افوت اول شيء اعمل اللي رح اعمل اشغل اول ابلكيشن اللي هو اسمه سيريال فوروردر. اوكي السيريال فوروردر عباره عن جافا ابلكيشن، تمام؟ رح يفتح تي سي بي كونكشن، تمام؟ على هذا التي سي بي كونكشن رح يبلش يقرا على هذا البورت، رح يبلش يقرا الداتا اللي جاييته من السنسور، تمام؟ هذا الحكي هذا جافا ابلكيشن كيف بعمل له رن؟ اوكي بعمل له رن عن طريق الابلكيشنز اللي موجوده عندي. بدي افوت اعمل اوكي بدي ارجع سي دي على الابس. طبعا الكوماندز سوري سي دي دبل دوت الكوماندز كيف بعمل رن للسيريال فورورد الموجودات عندكم في الدوكيومنت. فلو بحكي لك اول كوماند انك بدك تفوت على السي دي على الابس، اعمل ال اس. بدي افوت على الابلكيشن اللي جوا الاوسلوسكوب، الاوسلوسكوب فيه جافا، جافا ابلكيشن هو فيها رح تعمل رن للسيريال فورورد. يعني الاوسلوسكوب الابلكيشن هذا بده يشتغل حكينا شغلتين. اول شغله اني بالميك فايل خليته ياشر على الام دي 100 ويعملها سنسنج، تمام؟ ثاني شغله انه بده يفتح تي سي بي كونكشن عن طريق السيريال فورورد، وهي يصير يعرض لك عليها الباكتس اللي عم بقراها باستخدام السنسر. خليني افوت على الاوسلوسكوب، راح احكي له سي دي اوسلوسكوب، تمام؟ واحكي له سي دي سوري وهي انتر، بعدين اقول له سي دي جافا، تمام؟ هاي الجافا اذا بعمل الاس موجود الميك فايل تبعها. هلا هو مش موجود، فراح اعمل ميك من اول، راح انفذ الكوماندز، راح اعمل ميك كلين عشان امحي كل الفايلات اللي موجودات هنا. راح اعمل موجود ايش؟ هي موجود بالكولم هذا، بالكولم الثاني هو موجود، فانا راح اعمل ميك كلين على اساس اني اشطب كل الفايلات القديمه واعمل ميك بالباراميترز الجديد اللي انا حطيتهم بالاوسلوسكوب. فانا راح اشطب كل شيء، راح احكي له ميك كلين، تمام؟ هاي اعمل ريموف للفايلين هذول، بحكي لك هي اعمل لهم ريموف عشان ارجع اعمل الكوماند اللي بعدها اكسبورت. هاي كوماند الاكسبورت اتوقع انا نفذت الكوماندز قبل فراح الاقيها. هاي اكسبورت، اكسبورت كلاس باث هون عشان يعمل ران، تمام؟ هلا بعمل ميك، الميك هلا راح تطلع لي الميك فايل الجديد، تمام؟ هي طلعها، بعدين خليني اعمل ران للسيريال فوروردر. طبعا هاي الكوماندز موجوده في الدوكيومنت، يعني انا ما بقول لك احفظها. هاي جافا نت بده يعمل له رن للسيريال فورورد، بس انتبه على شغله، لما بده يشغل السيريال فوروردر على اي كوم بورت عم بيشتغل على الديف تي تي واي يو اس بي 1 مش زيرو. ليش على الديف تي تي واي يو اس بي 1؟ لانه انا هلا في جزء القراءه، هلا الاوسلوسكوب قبل شوي كتبت على زيرو، تمام؟ لاني عم بكتب، هلا بدي ابلش اقرا من الاوسلوسكوب عن طريق السيريال فوروردر، فانا على يو اس بي 1. هي انتر، هي فتح لي ويندو سوري فتح لي جافا ابلكيشن ثاني اسمه سيريال فوروردر، هذا فتح فيه تي سي بي بورت على السيرفر اللي هو 9002، تمام؟ على البورت اللي هو
شو اسمه ديف تي تي واي يو اس بي 1 تمام، وهلا بلش عم بيقرا باكيتس، هي باكيتس ريد 1 2 طبعا انا عندي سنسور واحد اللي عملت له بروجرامينج معكم، فهي الباكيتس تمام عم تنبعث 1 2 3 هاي كاونتر. هلا هاي الباكيتس كيف بدي اشوفها؟ بشوفها عن طريق جافا ابلكيشن ثاني اسمه لسن. هذا اللسن شو بيشتغل؟ اللسن هذا يا مس بيعمل لسن على هذا البورت تمام، بيعمل لسن على بيعمل لسن على هذا البورت بيعمل لسن على هذا البورت اللي هو ال 902 تمام، اللي وبيعرض لي هاي الداتا. خليني افتح تيرمينال جديد تمام، هيو هذا، واعمل رن على الابلكيشن الثاني اللي هو اللسن. اوكي هي انا جوا اي دايركتوري، بدي افوت على سي دي نفس الشيء الاوسيلوسكوب الجافا ابلكيشن الثاني اللي هو اللسن، فبدي افوت على سي دي او بي تي تايني او اس 2.1 تمام ابس اوكي اوسيلوسكوب اوكي، والاوسيلوسكوب مين بدي افوت على الجافا اوكي اللي عملت من قبل شوي رن للسيريال فورودر، وهلا بدي اعمل رن لمين؟ رن لل رن للسن، فبدي اقول له جافا طبعا هاي الكوماندز موجوده ما راح ارجع بالسهم، جافا نت دوت تايني او اس دوت تول دوت تولز دوت لسن تمام، لسن بدنا نشغله على ماينس كوم بورت سيريال تمام ات الديف تي تي واي USP ديف سوري لازم داش USP 1 اوكي تمام. هلا هيك شو اعطاني؟ اعطاني انه في مشكله اشوف كمان مره جافا نت تايني او اس تول لسن minus com serial at dfty usb1 سوري عن طريق بدك تقرا البلاتفورم اللي بدك تقراها الايريس سوري تمام. هلا شو رح يطلع لي بهاي الكوماند؟ رح يطلع لي الباكتس اللي عم بيعملها ريد عن طريق السنسور ب ال هيكسا ديسيمال تمام. هلا نفسه السيريال فوروردر اوكي انا فتحت تي سي بي كونكشن عم بيقرا باكيتس، اذا بنطلع لهون هي عدد الباكيتس 18 صاروا، صار قارئ لحد هلا 18 باكيتس، وهلا هذا هون ببعثهم للاوسيلوسكوب، الاوسيلوسكوب بيجي بيقرا لك اياهم هاي الداتا بالهيكسا. اول 15 بايت منهم هذول عباره عن داتا عن النود، زي النود اي دي البيرنت تبعه، البيرنت تبعه مين بده يكون للنود؟ انا نودي رقمه 10، البيرنت اي دي تبعه 0 اللي هو النود اي تي تبع البيس ستيشن تمام، هاي الداتا من هون، وقيمه اللايت تمام بالفاليو تبعها بحول لك اياها لهكسا، والتمبريتشر اللي موجوده هو بيقيس لانه لايت التمبريتشر بيعرض لك اياهم بالهكسا. عشان تصير هاي القيم اقرب للواقع تمام، بقدر شو ارسمها يعني هاي الاوسيلوسكوب نفسه زي ما فتح السيريال فوروردر وقرا عليه، زي ما فتح الاوسيلوسكوب باللسن وقراها بالهكسا، بيقدر كمان يرسمها عن طريق جافا ابلكيشن نفس الاوسيلوسكوب. اذا بفتح تيرمينال ثالث وبعمل رن للاوسيلوسكوب، اذا بفوت بعمل سي دي على الاو بي تي تايني او اس 2.1 سوري، بعدين بحكي له ابس اوسيلوسكوب تمام، وعلى الجافا وبعمل رن لجافا اوسيلوسكوب تمام، هي جافا اوسيلوسكوب بعمل له انتر، رح يفتح لي ويندو جديد. شو عم بيقرا؟ شو عم بعمل فيها؟ عم برسم الداتا طبعا، هو بس يشوف النود رح يرسم. هلا هو بس نصبر عليه شوي عبين ما يقرا باكيت عشان يقرا، شوفه بس لسه شغال. بس هلا هون هاي عم تقرا 23، لسه ليش مش عم تقرا؟
هلا هو المفروض بقرأ قاعد باكيتس منه. خليني أعمل ستوب وستارت لل وهلا رجع يقرأ. راح أشغل أرجع كمان السيريال فورورد. هي هذا رجع عم بيقرأ، هي رجع عم بيقرأ باكيت، بس بدي أشوف الأسلسكوب. تمام، هي اعطاني النود، مش عارف صراحه شو المشكله، بس انا شكله النود فلت بطارياته، فانا بس اللي عملته شديت على البطاريات. تمام، هي اعطاني النود، النود اي دي 10، الكلر تبعه بالاحمر. رح اغير السكيل تبع الواي اكس، اعمله 2000 مثلا على اساس انه نشوف. اوكي، شوفوا قراءه اللايت، انا قاعده عم بحط ايدي على السنسور، اوكي، وعم بقيمها، قيمه اللايت اللي عم بيقراها عم بتقل وعم بتزيد بيزد على الشيء، انه هي لما حطيت ايدي هلا رح تنزل القراءه. شوفوا انا حاليا حاطه ايدي على السنسور، تمام، رح تنزل الباكيت اللي عم بيقرأ قراءه الباكيت. وبعدين رح اشيلها ونس انه قرأ هاي الباكيت عشان يقرأ. طيب هو أنا مش عارف صراحة بفصل شكله، في مشكلة في البطاريات، أحاول أسلط عليه إضاءة. لو فجأة بفصل من السيريال فورووردر، مش عارف شو المشكلة صراحة، بس إنه هاي خلص ما دام طلع النود وقرأه خلص رح أوقف. تمام، هي هون باللحظه هاي اول مره قرأ فيها الباكيت، اوكي، لما حطيت اصبعي نزل القراءه الداتا، لما شلت اصبعي ايش عمل؟ رجعت ارتفعت الداتا وعم بيقرا باكيت. بعدين هيك علق صراحه لانه شكله في مشكله بالبطاريات. خلصت، بس هيك بنكون عملنا بروجرامينج للتوبولوجي تبعنا. مكون التوبولوجي كان من نود، اوكي، مؤتجد عليه ايريس نود، شابكه عليها البيس ستيشن، الايرس موت اللي نزل عليها كود البيس ستيشن. تمام، حد هون يمس؟ في حدا عنده اي استفسار لحد هون يمس؟ مس في حدا عنده اي استفسار؟ الواي اكسس ايش بيمثل؟ الواي اكسس هو عباره عن التايم. تمام، انت لما بتمشي هاي عباره عن سامبلز بياخذها في بيريد اوف تايم، فانت اذا بمشي بعمل شيفتنج على اليمين هو عباره عن تايم. تمام، والفوق الاكس اكس سوري الواي اكسس هو عباره عن قراءه اللايت بهاي البيريد اوف تايم. تمام يا مس، حدا عنده اي استفسار ثاني؟ تمام يا مس، أنا بكتفي بالشرح لهون، ما في إشي ينشرح غيرها هيك يعني. هلأ هذا الإشي اللي عملناه